الجولف الملكي دار السلام بالرباط برنامج اليوم الثاني من منافسات جائزة الحسن الثاني للغولف اشتملت على فئة لاعب محترف وثلاث هواة. فريق صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الذي يضم كل من جليل بن نيس وعمر الحجمري إلى جانب المحترف البلجيكي توماس بيترس. مشاركة متميزة لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد في الدورة 45 لجائزة الحسن الثاني التي أضحت موعدا بارزا في أجندة الدوري الأوروبي لمحترفي الغولف. هذه الجائزة أصبحت الوجهة المفضلة لمحترفي الغولف وذلك راجع بالأساس إلى جودة المسالك الحمراء التي تشتمل على أحسن المناطق الخضراء وبفضل تحسين الحواجز يجد الممارسون مسالك تعد بالعطاء بالنسبة لأقوياء هذه الرياضة. المحترف الأنجليزي إيدي بيربل والفائز بمصر قطر مؤخرا يعد من بين الأسماء التي ستنافس على لقب هذه السنة أخذ الانطلاق اليوم إلى جانب ثلاث هواة. المسالك الحمراء أصبحت الأحسن والأصعب دوليا لأنها توفر للاعبين إمكانية تحقيق أحسن ضربات وتحدي أكبر تجاوز حواجز صعوبات جمة. المشاركة المغربية حاضرة في السبورة النهائية لهذه السنة بفضل أربعة محترفين من بينهم ابن مدينة أكادير أيوب الجيراتي يطمح إلى تحقيق نتيجة أفضل. التروفي حسن 2 اللي كتعني لنا الكثير لحقاش هي أكبر بطولة في المغرب. بريباريت لها مزيان وجدت لها مزيان اول مره غادي نلعب اون طونك بروفيسيونيل نحاول ان شاء الله نلعب باش نربح مراتب في الدوري الاوروبي. المنافسة ستنطلق يوم غد وستبارى 144 محترفا بالمسالك الحمراء و126 محترفة بالمسالك الزرقاء ويعتبر هذا الملتقى الأول من نوعه في العالم الذي يجمع تظاهرتين اثنتين الأولى الخاصة بالذكور والثانية بالإناث في أسبوع واحد.